انتوا عارفين ان انتوا تقدروا تتفرجوا على اي فيلم جديد نازل في اي سينما، زي مثلا دلوقتي فيلم اولاد حريم كريم الجزء الثاني ب 20 جنيه بس، وده شكل قاعة السينما اللي هتتفرجوا فيها على اي فيلم نازل جديد وب 20 جنيه بس. يعني القاعة زي ما انتوا شايفين حلوة جدا ونظيفة جدا ومكيفة كمان، والمكان ده مش موجود في محافظة معينة، ده موجود في كل محافظات مصر. تقدر تتفرج على الفيلم اللي لسه نازل في السينما والفيلم لسه جديد وما تشالش من دور عرض السينما، تتفرج عليه ب 20 جنيه بس. بما ان فيلم اولاد حريم كريم الجزء الثاني لسه نازل في السينما والناس كلها عايزه تشوفه علشان يقارنوه بالجزء الاول، هل ده احسن، هل خيب توقعاتهم في ان الجزء الاول كان احلى والحاجات دي كلها، فيعني الناس عايزه تشوف الفيلم. بس بصراحه في ناس بتستغلى تذاكر السينمات في مصر، في ناس بتستغلى تذاكر السينمات اللي بتكون في المولات، لان هي بتبقى من 120 ل 160 جنيه وده كتير شويه على بعض الناس. في ناس تانية بتستغلى اللي اقل منها، بتبقى فلوس اقل شوية بس برضو بيشوفوا ان هي غالية. فتعمل ايه بقى لو عايز تخرج انت واسرتك وتتفرجوا على الفيلم ده وتدخلوا السينما وتقضوا خروجة لطيفة وما تدفعش اكتر من 20 جنيه؟ في كل محافظة من محافظات مصر مبنى اسمه قصر الثقافة. قصر الثقافة ده بيقدم حاجات كتير جدا للجمهور، يعني منها حاجات للرسم وحاجات للموسيقى وحاجات للاطفال ومسرحيات، منها بقى حاجة اسمها سينما الشعب. سينما الشعب موجودة في أي قصر ثقافة موجود في أي محافظة من محافظات مصر، وبتقدم لك الأفلام اللي لسه نازلة في أي سينما، الأفلام الجديدة ب 20 جنيه، ولكن 20 جنيه في حفلة 10 الصبح و 12 الظهر، الحفلات اللي بعد كده بتبقى ب 40 جنيه. هو برضو مبلغ زهيد بالنسبة لأسعار باقي السينمات، يعني 40 جنيه بالنسبة لباقي السينمات هو مبلغ كويس قوي، بس لو عايز تلحق حفلة 20 جنيه يبقى تروح الساعة 10 الصبح أو الساعة 12 الظهر. زي ما بقول لكم المكان بيكون نظيف ومكيف وما بيبقاش زحمه قوي. موجود دلوقتي في سينما الشعب في قصر الثقافه فيلمين، فيلم على الزيرو محمد رمضان، وده كان فيلم اتعرض العيد اللي فات، يعني هو مش جديد، هو كان العيد اللي فات. الفيلم الجديد بقى هو فيلم اولاد حريم كريم الجزء الثاني. لو حد فيكم كان جرب سينما الشعب قبل ما يشوف الفيديو ده يقول رايه في الكومنتس يا ريت، ولو حد دخل الفيلم والفيلم عجبه يا ريت نسمع رايه في الكومنتس.